النقطة اللي في منتهى الأهمية إنه الناس دلوقتي قلقانة، بتقول لك إحنا هنلاعب منتخب من التصنيف الأول، منتخب كبير، منتخب صعب، هنلاعب الجزائر ولا السنغال ولا نيجيريا ولا تونس ولا المغرب، كله قلقان. أنت قول للناس دي إيه؟ والله هو 11 ضد 11، يعني كل مثلا لما حد بيسألني السؤال ده كريم بقول له نفس الكلمة. 11 ضد 11، اللي هو مثلا يعني جامد في الملعب واللي هو راجل في الملعب واللي رامي قلبه بره الملعب وبيموت نفسه عشان خاطر لعيبته عشان خاطر المنتخب وعشان خاطر بلده، أظن هو هيكسب. يعني هم مش أزيد منك في حاجة ولا أنقص منك في حاجة، هم 11 ضد 11 والراجل هو اللي هيكسب، هو اللي هيعدي، وهي مش بعيدة. يعني أنت عديت بمراحل كتير يعني أصعب من كده بكتير. يعني حاطين نفسنا ان احنا لو قابلنا مثلا الجزائر او اي فرقه اللي هنقابلهم كلهم يعني فرق كبيره وعلى دماغنا، لكن احنا برضو فريق كبير، ويعني لا احنا قادرين ان احنا نعدي ومفيش حاجه صعبه يعني.